طيب، يعني كلام اكيد مهم جدا جدا، واكيد نتمنى ان شاء الله دايما للنادي الاهلي كل التوفيق. لكن عايز اتكلم بقى على الموسم الكروي في مصر بالتحديد، هذا الموسم المنقضي واللي انتهى امبارح بمباراه الاهلي والزمالك. شفت الموسم ده ازاي والصعوبات اللي فيه، وهل تتوقع ان ممكن يتكرر الموسم ده فيما بعد؟ هو اشكاليه هذا الموسم الحقيقه انه كان بلا ضوابط، بلا لوائح، بلا قواعد. يعني موسم تحكمت فيه الأهواء والأنواء، وصار كده وفقا لبعض الاتجاهات والتأثيرات الإعلامية، وأحيانا الضغوط من جانب بعض القيادات الرياضية اللي يعني موجودة في الوسط، مع كل يعني الأسف ومع كل التقدير أيضا لمن يعني هم في الساحة الرياضية، انه احيانا ناس بتحاول انها تصنع بطوله خارج الملعب او خارج اطار الرياضه، بمعنى انها تستخدم وسائل الاعلام، تستخدم الاشاعات كما قلنا، تستخدم احيانا صلاحيات او يعني قوى معينه او اتصالات معينه او صناعه ازمات. فكان الاتحاد الحقيقه بيحاول ان هو يعني انا اسف هستخدم تعبير شعبي شويه، يماين، يحاول يعني ايه يمسك العصايه من النص. لا مش من النص، يعني ما كانش من النص، لو كان من النص كان استطاع ان يتزن، ولكنه كان يميل كل الميل الى جهه معينه بالظبط. وبعدين يعني يحاول ان هو تستقيم الامور. فانت مثلا يجي نادي يطلب حكام اجانب، يتم الرفض رفضا باتا، وكلنا ثقه في الحكام المصريين، اوكي احنا كلنا ثقه في الحكام المصريين واحنا دول ولاد بلدنا وكذا وكذا. فيجي نادي تاني يطلب حكام اجانب فيقول لا وملازم ونديهم الحكام، يعني انت مين فيهم؟ انت الاتحاد اللي بتحمي حكامك المصريين وبتساندهم، ولا انت الاتحاد اللي بتقول انه العداله ان انا اجيب حكام اجانب، ولا انا مش انا عايزك تحدد لي شخصيتك. انت اللي بترفض المؤجلات وبتعمل 10 مباريات في شهر للنادي، ولا انت اللي بتقول لا ادي فرص للفرق المتباريه في افريقيا وما الى ذلك؟ انت مين فيهم؟ طبعا مع كل الاحترام والتقدير لاخي العزيز المهندس عامر حسي اللي استطاع ان هو يتحمل كثير جدا وحاول يمشي الموسم، ولكنه في النهايه هو رئيس لجنه وليس له سلطه التصديق على القرار. في توجهات وفي سياسه استراتيجيه ماشيه من مجلس الاداره، وبرضه مع كل احترامي وتقديري لشخوص مجلس الاداره، ولكن كان لدى بعض منهم إن لم يكن الكثير منهم توازنات وتوجهات وعلاقات وصفقات واتصالات، وكل هذه الأمور أثرت على القرارات اللي كانت بتصدر. وللأسف الشديد العدالة في إدارة المسابقة خلعت العصابة اللي على عينيها، وبدأت تبص كده شوية وتبص كده شويتين وتعمل محاولات لأنها ترضي بعض الأطراف على حساب الأطراف الأخرى. وبالطبع كانت هناك آلة إعلامية مساندة لهذا الأمر، وبتصنع وعي زائف وبتؤثر في هؤلاء الناس. ولما بيكون في زي ما قلت يعني شيء من التجاوزات، وإنت راجل محترم وبتنقع أنك أنت تدخل في التجاوزات، تظهر وكأنك الضعيف بالظبط في هذا التوقيت. ولكن في النهاية حينما تتوج وحينما تصل إلى القمة وحينما تجد كل الناس تظهر قوتك بقى، كل الناس تعيها السبل في المكانة اللي انت وصلت لها، يعني ازاي ده عمل كده؟ يعني احنا عمالين نخبط فيك طول النهار وعمالين نقول لك انت كذا ونسيء ليك وما إلى ذلك، مع انه في ناس وفي مؤسسات رياضية كبيرة جدا في هذا المجتمع فعلا، وهذه المؤسسات تمتلك تاريخ. يمكن يعني بعض المسؤولين دلوقتي شوهوا هذا التاريخ، وتمتلك جذور في الرياضة المصرية، تمتلك كيانات. للأسف هذه الكيانات ابتعدت في فترة الانفراد وأصبحت الأمور واضحة. الأهلي بإدارته المؤسسية في مؤسسة، في مجلس إدارة وفي إدارة وفي تخصصات يعني متدرجة لها كل الصلاحيات الواضحة، وفي اتجاهات أخرى لها جوانب فردية، وهذه الجوانب الفردية هي رؤية
شخصية حتى ولو كانت يعني ترى في نفسها الصواب ولكنها تحكم بأسلوب يعني له زاوية واحدة، وبالتالي اللي بيحكم بزاوية واحدة ده بيبقى صعب. بالتالي نصايح حضرتك إيه للمسؤولين اللي جايين الفترة الجاية لإدارة الكرة المصرية من خلال اتحاد الكرة المصري؟ إيه النصايح اللي حابب تقولها لهم عشان نتفادى تكرار موسم سيء وصعب جدا زي الموسم ده؟ شوف، هو من يومين أول امبارح كان في اجتماع لسيادة الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمام، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد طبعا من السادة المسؤولين في مكتب سيادة الرئيس وما إلى ذلك. كان العنوان الأبرز في هذا الاجتماع هو إصلاح المنظومة الكروية. فعلا إصلاح المنظومة كويس الكروية جداً. كويس جدا. وإصلاح المنظومة الكروية يعني أن هناك علاج للجذور، عارف كده أطباء الأسنان كده يعني أن هو بيعالج من الجذور عشان ما يبقاش فيه شيء مش مبني على أسس صحيحة. ولما بعض الناس يقولك إيه يعني هو سيادة الرئيس هيعمل كل حاجة لا، ما هو لازم يتابع، هو رأس السلطة في مصر ومسؤول عن الأمور دي طبعا. بيتابع مع الوزير المختص ومع مجلس الوزراء، لأن إصلاح المنظومة الكروية مش متعلق فقط بتخصص وزير الشباب والرياضة. هو رجل حينما أسندت إليه مهمة كأس الأمم الأفريقية في فترة وجيزة قام بمهمته على أكمل وجه وأدى مع كل أجهزة الدولة المهمة التنظيمية الإدارية بدرجة وصلت إلى الإبهار. أما الجانب الفني فكان فيه انهيار فعلا. الجانب الفني حصل فيه أخطاء واستهانة واستهتار فعلا. فكانت النتيجة أنه الجانب الفني هنا لازم يتحاسب صح. أنت أخذت كل صلاحياتك، أخذت كل مسؤولياتك، وكان في جانب آخر وهو التنظيمي والإداري والاحتفالي وكل ذلك، وفي جانب آخر شعبي أم بالشعب المصري على أكمل وجه من حفاوة واحتفال ويعني تكريم لكل ضيوف مصر اللي شفناهم في الشوارع بينزلوا وبيروحوا هنا وهنا وهنا، والفيديوهات طبعا مسجلة شهد بها أعدائنا قبل أحبائنا. والحقيقة ده هيبقى زي ما بقول كده منارة لكل من يريد أن يعرف أصالة هذا الشعب المصري ومكانته وقدرته على أن هو حينما يقبل التحدي يستطيع أن هو يعمل في هذه الفترة الوجيزة. فإصلاح المنظومة الكروية اللي تم عرض جانب من خطواته على سيادة الرئيس في الاجتماع من جانب الدكتور أشرف صبحي، ومن طبعا بعد التنسيق مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لأنه بيمتد إلى عدد من الوزراء. إصلاح المنظومة الكروية فيها جانب متسق بالتعليم، فيها جانب متسق بالمحاسبة القانونية، فيها جانب متسق بالجانب التنمية الإدارية أو المحليات، فيها حاجات كتيرة جدا جدا متعلقة بمثل هذا الأمر. فأنت بتتكلم على إصلاح المنظومة الكروية يعني أنه إن شاء الله بإذن الله هتكون في مسابقات بشكل كبير منظمة، مش هنصل إلى الدرجة اللي إحنا بنأملها من الموسم، لأنه أنت بتخطو خطوات واحدة واحدة صح. فأنت لما بتيجي تتكلم على عملية إصلاح مش عايزين ترميم، مش عايزين أمور تمشي يعني زي مسكنات، يعني مش عايزين مسكنات، إحنا عايزين إصلاح من الجذور عشان نشوف الكرة المصرية بشكل أفضل.